هياخد 70 مليون في الشهر. مفاجأة في اقتراب سيد عبد الحفيظ من الانضمام لجهاز بيراميدز، هياخد 150 ألف دولار في الشهر، يعني هيوصل مرتبه ل 70 مليون جنيه. مفاجأة مثيرة في اقتراب مدير الكرة السابق في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ من الانضمام لنادي بيراميدز، مش هتصدق التفاصيل. أنباء ومزام كتير انتشرت في الساعات اللي فاتت عن اقتراب مدير الكرة السابق في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ من تولي منصب جديد في بيراميدز، خصوصا بعد النجاح الكبير اللي حققه الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي، واللي ساهم مع الفريق في الحصول على أكتر من بطولة. مش بس كده، لكن كمان الانضباط اللي كان عامله سيد في أوضة اللبس، كل ده حط سيد تحت أنظار أندية كتير للتعاقد معاه. ومن الأندية اللي ظهر اسمها في الساعات الأخيرة هو نادي بيراميدز، خصوصا إنه النادي اللي بيضم عدد كبير من النجوم في صفوفه ومحتاج يفرض نوع من الانضباط والالتزام أكتر بينهم. صفحات كتير اتكلمت عن المفاوضات مع سيد، وإن النادي السماوي حط مرتب ضخم لضم سيد عبد الحفيظ، لكن في المقابل كان رد سيد مفاجئ وصادم لمسؤولي بيراميدز: أنا أهلاوي ومش هقدر أمثل أي نادي جوه مصر غير النادي الأهلي. كل الأقاويل والأنباء دي ما كانش معاها أي تعليق رسمي من سيد عبد الحفيظ، سواء بالنفي أو التأكيد، لكن المقربين منه قالوا إنه مرتبط بالنادي الأهلي وإنه مشجع للفريق قبل ما يكون مسؤول فيه، وإنه مستعد يخدم الأهلي من أي مكان. رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي كان صادم لكل الجماهير اللي شهدت على نجاح المنصب ده في وجود سيد، لكن رحيله كان بشكل مفاجئ. المفاجأة إن في الساعات الأخيرة كمان اتصدر اسم سيد الترند بعد اللي قاله إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق عن اقتراب سيد من تولي منصب في منتخب مصر. لكن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كشف مفاجأة وعلق على الأنباء دي وقال: لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير محمد غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ بدلا منه، ونسعى للاستقرار داخل منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا. سيد كان ليه تصريحات مثيرة عن رحيله عن النادي الأهلي بعد فترة من النجاحات والإنجازات اللي حققها، وقال: أنا خريج مدرسة الأهلي وهي الأهم لأي رياضي، أشكر لاعبي الأهلي من كل قلبي وأتمنى لهم التوفيق، وقبل كل شيء أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم الذي يعلم دوره ومساندته لناديه. وقال سيد كمان: زعلان من الموقف الأخير، لكنها لقطة مش هفضل عندها كتير. اللي شفته في الأهلي خلال 12 سنة ما شفتوش في بيتي، الأهلي الأول والآخر، عظمة النادي تأتي دائما من مواقفها، فالنظام والمبدأ هما من يحصدان الألقاب وليس العكس. وعلى مدار فترة طويلة من عام 1989 كنت محظوظا أن أكون خريج مدرسة الأهلي. سيد عبد الحفيظ وجه كمان رسالة مؤثرة وقال: أشكر كل من ساعدني في مراحل عمري سواء مجالس إدارة أو أجهزة فنية، لقد كانت مرحلة مهمة وجميلة في حياتي، لكن في النهاية تتعلم أشياء تؤثر في شخصيتك. أشكر كل من اتفق أو اختلف معي، مدرسة الأهلي كانت وما زالت وستظل هي المدرسة الأهم في حياة أي إنسان كان للحظ والنصيب أن يتواجد بها.